دكتور علين الحسيني عساف موجودة معنا اليوم، دكتور بعلم النفس وأستاذة جامعية. بنحكي عن مراقبة المراهقين ومرافقتهم يلي هي أهم. بونجور. بونجور كاتيا. نحن عم نحكي أنه لازم نكون عم نراقب أكيد الأولاد عن بعيد وعن قريب أوقات، كمان بكل الأوقات مش بس بالمراهقة، ولكن بالمراهقة بتصور المرافقة كمان أساسية، حساسة كمان أكثر، لأنه بس كمان المرافقة بدون ضغط يعني. مزبوط، لأنه وقتها بيكون ولد بيعرفوا الأهل مزبوط وينه ابنهم أي ساعة، إذا كان مش موجود معهم عند الست عند رفيق عند أي ساعة رح يرجعوا ياخدوه، أي ساعة رح يرجعوا يشوفوه. أما تقريبا من عمر 12-13 سنة الأشياء بتتغير، والأهل ببلشوا عندهم دور جديد وعلاقة جديدة، لأنه بيقدروا أنه ما يعرفوا وين ابنهم. يعني 95% تقريبا من وقت المراهق هي مش على مراقبة الأهل، فتح عنده أشياء أكثر العلائقية والأصحاب أكثر. 100%. بس كمان مش بس ما بنعرف وين هو بقى المراهق جسديا، كمان فكريا ما بنعرف وين هو. 100%. يعني هو صغير بنعرف امتى مبسوط امتى زعلان بشو عم يفكر هلا كيف رح يتصرف، لما نكون معودين عليه. بس يوصل على هيدا العمر كمان افكاره بتروح لغير اماكن وقصد. ممكن جدا، يعني لابد من الحوار، وحكينا عنها هذيك الحلقه ورح نكفي شوي كيف المراقبه بتكون وكيف المرافقه والمراقبه بتكون. يعني منشوف هيدا المراهق قديه تي يأكد انه هو بطل بعمر الطفوله، بده قصد كانه يفرجي باللاوعي اما بالوعي انه هو بطل الطفل وبطلوا الاهل بيعرفوا كل شيء عنه. في عنده هيدا الغموض بقوته منعزل، في اشياء له خاصه بدها تكون، ما بده انه الاهل يخرقوه اما يخرقوه بطريقه بدون ما هو يعطي السماح. يعني هون منشوف الكلاش اللي بيصير بين الاهل وبين المراهق. هون كمان يعني بتتغير الاشياء تقريبا بطريقه شوي سريعه على الاهل، وما بيعودوا كثير مستوعبين شو اللي عم بيصير، واوقات هالبرايفسي ما بيقدروا يحترموها 100%. مش يعني بهدف انه ما يحترموا البرايفسي، بس هن معودين انه يعرفوا كل شيء وهذا بيطمنهم. مظبوط. يعني اذا بدي اشوف انا كريزة المراهقة اما الصراع اللي بيصير بالمراهقة بلوتو اكثر، بدي اشوف الاهل كيف بدهم يتصرفوا من انه المراهق شو عم يقطع معه. يعني اذا بدنا نشوف نحن ليه الاهل بيستعملوا هالكنترول هالمراقبه الاكثر من اللزوم، كانه قد ما عندهم هن خوف، خاصه مع اول ولد، هون اللي بنسميها الدراما تبع الولد الكبير، اول مره هن اهل لمراهق اما لمراهقه، مع كل المراهق كيف عايشوا هن المراهقه مع أهلهم وقتها كانوا صغار، خاصة بلبنان. يعني بعمر المراهقة يمكن كانوا بالملاجئ، يمكن كانوا عم بيحاربوا، يمكن كانوا عم يعني ما عشوا المراهقة الطبيعية، شوية غير الإشكالية تبع أهل مراهق بغير بلد. يعني ليخففوا هالفزع عندهم كيف بدهم يتصرفوا، بيستعملوا الكنترول، كأنه الكنترول بيضمنوا أنه هن بالمطرح بالكادر المضبوط، ممنوع مسموح كلمتهم اللي بدها تمشي تما تزمط منهم الاشياء، تما يفزعوا اذا عم يعملوا صح اما غلط، خاصه اذا بيتاثروا كثير اجتماعيا بشو بدهم يقولوا عن هالابنهم اما بنتهم المراهقه. اذا بنحكي عن حالتنا بلبنان في خوف دائم اصلا، في خوف يعني دائم ومعهم حق كل يوم من شيء، بس في خوف دائم يعني. يعني الاهم نعرف انه بكريست المراهقه كثير علماء النفس بيشددوا انه لابد من انها تقطع الكريزه، لابد من انه يقطع هذا الصراع وهذا التغيير. وبدنا نعطي الرماد، يعني الدواء لهالكريزه هو الوقت، لازم نسمح الوقت، لابد من الوقت ياخذ وقت، يعني الاشياء تاخذ وقتها للنمو النفساني المضبوط. بس كيف بتكون المراقبه بهيدا الوقت؟ لانه كمان الوقت بيقدر يكون عم ياذي، يعني بيقدر بهالوقت يكون في اشياء عم بتصير غلط. غلط، لانه هون اذا الاهل قالوا خلص كبر ابننا ما رح بقى ننتبه، هون مشكله كثير كبيره. اما كمان اعتبروه كانه خيهم اما رفيقهم اما الكونفيدان، يعني انقلبت الادوار، يعني صار المراهق هو المسؤول كانه عن اهله، هون مشكله كبيره لانه ما في كنترول ابدا.
وإذا كتير صار في كنترول كمان هيدي مشكلة كبيرة. مش هيك في شيء بنسميه المحلل النفساني والطبيب النفساني وينيكوت بقول هالعلاقة suffisamment bonne بالانجلي good enough، يعني بدهم يرجلجوا الأهل هالعلاقة اللي هي الضمان انه يقطع المراهقة من طوب الطفولة لطوب الرشد. بهالمرحلة هي طبعا في صراع داخلي وتدمير داخلي عم بيدمر اشياء، عم بيقطع بحداد معين المراهق، الاهل بدهم يساعدوا وهن بحد ذاتهم بدهم يكونوا بحداد، بطلوا عم يتعاملوا معه الاهل للطفل بالغنج بالقصاص بالاحترام بطريقة الاحترام بالاهتمام بالنيغوسياسيون للنقاش، بدهم يتركوا هالأهل اللي كانوا لطفل ويبلشوا بطريقة جديدة. يعني بدهم يودعوا الطفل ويستقبلوا غير مزبوط، بدهم يودعوا الأهل للطفل ويستقبلوا الأهل للمراهق. كيف بدهم يغنجوا صارت مختلفة، كيف بدهم يراقبوا صارت مختلفة، قدي بدهم يحسسوا إنه هن مهتمين للشي اللي عم بيقولوا. هيدي الضمان تيكون الكنترول سليم. يعني وقتها هن بس بيجوا بيقولوا له للمراهق ممنوع مسموح وهيدا وخلصت ما في نقاش، اكيد هون رح نشوف كل الدراسات وكل التحاليل بتفرجينا انه المراهق لا يا بينزوي اكثر من اللزوم يا بيصير عنده عدوانيه وغضب وقله ثقه بنفسه. وكل ما الكنترول، في كتير دراسات بتفرجينا كل ما الكنترول من قبل الاهل للمراهق كانت مرتفعه بطريقه صارت كتير مرضية، كل ما بعمر 21-22 علاقة المراهق مع رفقاته ومع الشريك أما الشريك اللي حينقون لح تكون منا سليمة. هلأ نحن بنحكي قوانين بالبيت وصح وغلط وهيدا المطلوب، لا لازم يكون في نقاش، بس كمان في نقاش بالأمور الحياة يعني بالأفكار كمان. أوقات الأهل أفكارهم بدهم يسقطوها 100% على هالولد وما في مجال كمان للنقاش فيها، لأنه هني أفكارهم هي اللي صح كيف بيفكروا بالحياة مش مزبوط. بس بالقوانين البيت يعني. لأنه بيفزعوا هون أنه يضيعوا السلطة تبعهم، مفهوم السلطة عندهم مضطربة. يعني كأن لا برجع بقلك أنه كتير خاصة مع أول ولد هن كيف عاشوا بطفولتهم ومراهقتهم قدي كان مسموح أما مش مسموح، أوقات بيعملوا رد معاكس الأهل. يعني إذا ممنوع الحوار ممنوع كان في كتير أساوي وسلطوانية من قبل أهلهم لإلهم، ممكن جدا يكونوا كتير البرميسيف كتير المتساهلين اللي هي بتضر المراهق. المراهق عنده فد أهل، عنده كتير رفقة بس عنده فد أم وفد بي، لهيدا السبب ضرورة قدي يكونوا صلبين قدي يكونوا سوليد. يعني منهم ما بيقدر المراهق يزعزعهم، أما يعني منشوف أوقات كتير الأهل بيعملوا يمكن اكتئاب وديبريسيون وبيصير جو العيلة كلها اكتئاب من وراء المراهق أما المراهقة، هيدا شيء كتير بضر جو العيلة وبيضعف الأهل وبيخلي المراهق ما عنده بقى مرجعية صلبة اللي هي الأم والبي، بده ينبش على مرجعية. يعني عم تقولي لازم يكون قادر الولد يكون عم يتكل على أهله حتى بالظروف الصعبة يلي، وخاصة بالظروف الصعبة اللي هو عم يمرق فيها، أو حتى العائلة عندها ظروف صعبة ولو عذبهم قدر يتكل ولو عذبهم ولو كان هو عم بيصير في كتير كلاش بيناتهم. الأهل مش لازم يفرطوا قدام المراهق. ومن أحدى مظاهر الكنترول كتير بدي شدد عليها، أوقات الأهل ما بيستعملوا الكنترول بممنوع مسموح، بيستعملوا الكنترول بالإحساس يحسسوا المراهق بالذنب، أما بلعب دور الضحية. يعني في كتير أوقات الأم بتقول أنا مدري شو لح يصير لي، أنا لح موت، لح تقتلوني، كل هالعبارات هيدي لتحسس المراهق أنه تعمل كنترول على تصرفاته. أما البي كمان ابتزاز عاطفي، هيدا يعني الابتزاز العاطفي، وهون منشوف قدي ممكن كرد ردة فعل عند المراهق يصير في عنده أكتر يزيح
ما بده بقى هالأجواء المراهق مع أهله ينزوي أكتر، أما يصير عنده عدوانية على الأهل أما على حاله، بحس بذنب مستمر. أنت منعرف أنه خلصت هيدي فترة المراهقة، يعني كمان في بالمجتمع أعمار محددة، أنت مراهق من هالعمر لهالعمر وهلأ خلص صرت راشد بعد 18 ونهار صرت راشد وخلص بطل في يعني نظرة للمراهق أو مرافقة كأنه مراهق، هلأ هو راشد يمكن بعد ما وصل لهالمرحلة. مظبوط، هي منا ابدا قصة، دائما العلاقات الانسانية والعلاقات العائلية منا قصة كالكول ووقت على القد، يعني كل مجتمع وكل دين وكل ثقافة عائلة هي مختلفة بالكنترول بالمراقبة وبتحديد شو المسموح والممنوع عند المراهق واي متى بتخلص المراهقة اما لا، بس اجمالا بس كمان كل شخص يعني تخلص المراهقة تبعيته بمطرح معين بطريقة مختلفة، بس مش المجتمع، المجتمع بيحدد امتى تخلص المراهقة ولا في يعني مجتمعات نفسيا بعلم النفس عم بحكي، يعني مثلا بأمريكا على 18 لازم يكون عنده بيته، لازم يكون مستقل أكثر، لازم يشتغل، هو بفكره نعم مضطر على 18 يتخلى عن مراهقته، يمكن من 20 سنة ما كان عمره 16 و17 سنة يشتغل قد ما هلا سيكول ليه لأ بيقدر، منشوف بالمطاعم أكتريتهم مراهقين بالجامعة عم يشتغلوا لأنه هن بحبوا مع بعضهم أنه يطلعوا مصريتهم، يعني تغيرت مفهوم المراهقة وأي متى بتخلص، وخاصة أنه هلا الجنراسيون زاد، يعني هلا المراهق بهيدا بال 2023 هو صار أكثر فاتح على العالم، يعني صار عنده من بيته بيقدر يكون انتربرونور، بيقدر يعمل بزنس، بيقدر يعمل ستارت اب، بيقدر يعمل، يعني تغيرت مفهوم أي متى بيطلع مصاري، لأنه هو وقتها ببلش يصير مستقل ماديا بلش هو يخفف هيدي العمر المراهقة وبلش أكثر يفوت بسن الرشد. والمراهقة النفسية والعاطفية نعم يعني نفس الشيء؟ لا، حسب كمان قديه الأهل بيساعدوه تيقطع بهالبوم بركة، هالجسر في تحته كتير مخاطر من الطفولة للرشد، قديه بيكونوا هن موجودين بس بذات الوقت عم يتركوا هالأرضية للمراهق يجرب ويغلط يجرب ويغلط، وكتير بيرتكز على الحوار وعلى قديه الأهل يحسسوا المراهق يعطوه وقت ويحسسوه أنه اللي عم يحكيه هو مهم، يفتحوا معه مواضيع بتهمه عن الرياضة عن السياسة عن العمل عن شو بيحلم هو على أصحابه، كتير هالمواضيع بحبها المراهق يتحدثها مع أهله، وحقيقة الأهل مش يعملوا حالهم أنه هن مهتمين، لازم يكونوا عندهم اهتمام، وهيدي الطريقة شو ما عنده المراهق مشاكل رح يقول عندي أمي وبي بقدر أرجع لهم، خاصة المواضيع اللي بتدق بالإشياء الجنسية، لأنه المراهق أما الطفل قبل ما يصير مراهق اللي بيقدر يتحدث ويتحاور مع أهله على المواضيع الجنسية ما في ولا موضوع ما بيقدر بقى يتحدث فيه ويتحاور معه مع أهله، فتحوا له الحوار أنه نحن كل شغله ولو في إشياء ما بيعرفوا يردوا عليها بيقدروا توتاني التا، يعني هن والأهل منن الأهل بدون يضلوا الأهل يقولوا له في مواضيع يمكن احنا ما بنعرف، طب تعرف أكتر منا، يعني يصير في هيدا الشارينج ويحسسوا انه في اشياء هن رح يستفيدوا كمان بالحوار معه قدي هو مهم، هيدا منعطيك كأنه مفتاح باس للمراهق انك بتقدر تتحاور، نحن موجودين هون دايما معك، بتقدر تفوت على المجتمع يكون عندك رأيك ووجودك كمان. هون حيا كتير من الأهل يعني يقولوا أنه بلكي بيعتبروا حالهم عم يعملوا كل هودي بس المراهق أخذ خطوة لورا وبده فعلا يكون هو مسكر على حاله. أوكي، يعني تسكير لما الولد بكل الأحوال مسكر على حاله لازم نشوف أنه في خطر معين؟ مش دايما التسكير، يعني بدنا نشوف أول شيء دايما بقولها أنه هي المراهقة امتداد من الطفولة، يعني ما بيقدروا فجأة الأهل يتذكروا أنه ليه ابني ما بيحكي معنا ومسكر هالقد، يعني بدنا نبلش الحوار من الأول من صفر نهار دايما بقولها لحديت المراهقة، كمان بدنا نشوفوا الأهل هن قدي مسكرين قدي بيعدوا كتير أوقات هن بأوضتهم ما بيشوفوا المراهق قدي ما بيعملوا أوقات فاميلي ميتينج بيجتمعوا مع المراهق قدي يوم بعد يوم
يوم بعد يوم ما في حكي، ما في نظر، ما في يعني دائما هيدي بعيدة، إنه في كتير أهل بيقطع يوم بعد يوم، جمعة بعد جمعة، شهر ورا شهر، ما بيشوفوا الولد، ما المراهق ما بيحكوا معه، بتقطع الأيام ما بيحكوا معه، ما بيعرفوا شو عم بحس شو لقى. هون يعني أكيد بده يكون في عنا مشاكل بالرشد من وراء كيف عاش المراهقة. كاتيا في صورة كتير حلوة للمراهقة محلل نفساني عطاها، هو إنه هالمرحلة المراهقة هي مثل مكان بالبحر، فيها تكون 100 كيلومتر، فيها تكون 1000 كيلومتر من الانتقال من ضفة لضفة، وبهيدي المساحة فيها تكون 100 وفيها تكون 1000 كيلومتر، في رمل وفي ما بنقدر نعرف الهواء كيف رايح. يعني لهذا السبب مراهقة في كتير اشياء امبريفيزيب ما بقدر اتوقعها، ولازم اسمح لهالمراهق يغلط ويطلع ويغلط ويرجع ينهض، بس الاهل ما يقولوا انا خلص خلص شغلي كاهل، اما يصطفل اما ما بقدر بقى اعمل له شيء. هيدي الجمله ابدا مش لازم تكون موجوده، الاهل للاخر ما في ديلي، ما في وقت بدهم يقولوا خلص انا بطل في اعمل شيء معه، هن اللي بدهم يكونوا عم يعملوا، بدهم يساعدوا، بس بدهم يسمحوا له انه يغلط ويطلع، يغلط ويطلع. ما في ولا يعني قليل كمراهق ما بتقطع على راسه يدخن مره، اما يعمل اشياء غلط، اما حتى تصرف انحراف اوقات، مش معناتها رح يصير منحرف، مش معناتها رح يصير عنده ادمان، بيقطع فيهم هول الاشياء وبيقطعهم، يعني مش ضروري انه يصير عنده باثولوجي معينه. قلنا اوقات الاهل يمكن مش منتبهين انه في وقت لازم يقضوا مع هذا المراهق، او هالقد محترمين له البرايفسي تبعيته انه قطعوا العلاقه يمكن باسم الاحترام، لما بينتبهوا خلاص ما في رجعه لورا، بتصير اقل، بتصير اكثر عنا تو ليت. يعني نحن الاهل بدهم يعرفوا انه بعمر المراهقه كانه هيدي اخر شانس، إذا في إشياء بدهم يزبطوها بعلاقتهم مع أولادهم، وإذا في إشياء هيك عم بيشوفوا منا مزبوطة بالنمو النفساني تبع ابنهم، هيدي كأنه آخر شانس ليقدروا يرجعوا يلملموا يمكن هالعيلة، هالعلاقة ترجع يعتذروا بإشياء عملوها غلط ويرجعوا يكفوا معه بطريقة تقوي أكتر تيفوت بالرشد بطريقة كلزموا مزبوطة. وشو ناطرين الأهل؟ ناطرين perfection من هالولد؟ ناطرين perfection منهم أول شيء، من حالهم، يعني هن بيفزعوا إذا عم بيكونوا عم بيتصرفوا مزبوط إيه أما لا. لهذا السبب مثل ما قلت لك أهين شيء لإلهم يستعملوا القصاص، أما الكنترول المبالغ هيك بيحموا حالهم كأنه بالكنترول، بيحموا حالهم بيطمنوا بالهم ممنوع قاعد قبالي كل مزبوط. أما كلمة ممنوع هيك ما في بقى صح غلط، بدي جرب كون أهل بطريقة للمراهق. لهذا السبب يعني بدنا نشوف الأهل هون قد هن بدهم يختبروا حالهم كيف بدهم يكونوا ويتخطوا المخاوف تبعهم. قد ايه تعرفوا على هالمراهق؟ ما بدهم يتعرفوا عليه كمان، هيدا شخص مستقل وهيدا شخص جديد، جديد وعنده حاجاته وعنده قدراته ومهاراته وضعفاته. وفي نقطة كاتيا هيدي كتير بنسمعها، انه المراهق كأنه اوقات بيرفض اهله اجتماعيا اما بينخجل فيهم اجتماعيا، يعني بيكونوا هالاهل هن كتير منيح اجتماعيا، يعني بصير بده يتميز مزبوط، بده يقول انا انتو مش بذات الجيل مثلي، يعني انتو ما فيكم تكونوا مثلي عم بتفكروا مثلي، عم تسمعوا ذات الموسيقى، عم تروحوا ذات المطاعم، عم بتسوقوا ذات السيارة، كأنه بده يحسسهم انه هن مثل ما بنقول دقة قديمة، يعني كأنه بده يحسسهم لابد من بده يقطع بهيدي المرحلة، بعد فترة بالعكس رح يكون فخور فيهم إلى آخره. دكتور عين الحسيني عساف، دكتور بعلم النفس، أستاذة جامعية، شكرا كثير لهالصبحية الحلوة. وقفي هلا ومنرجع منتابع لايف.